طيب خليني هنا بقى هسأل وأرحب بضيفنا العزيز عبر التليفون دكتور حمد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. الأول أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ بيه. أهلا وسهلا بك. إزاي الصحة فندم؟ خليني هاخد الحاجتين، بعد مشاهدتك وبالتأكيد تحليلك لمضمون حوار الفريق عبد الفتاح البرهان امبارح على قناة القاهرة الإخبارية، وبعد هذه الزيارة لممثل السودان أو جنوب السودان الجنرال جولواك، ودي يمكن مش أول مرة السودان أو جنوب السودان ومصر يتكلموا ويتقابلوا على خلفية الأزمة الراهنة في السودان، كيف ترى مستقبل هذه الأزمة؟ طبعا يعني هي الأزمة في السودان هي أزمة معقدة ومركبة، وبالتالي تحركت الدولة المصرية في إطار دورها الريادي والمحوري بشكل كبير للعمل على نسب شراكات حقيقية مع دولة جنوب السودان باعتبارها مثلها مثل مصر معنية جدا بالأزمة السودانية، وفي إطار البحث عن حلول سودانية سودانية، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي مرارا وتكرارا من أنه يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة السودانية، وضرورة إيجاد حل سوداني سوداني يتوافق عليه كل الأطراف. وبالتالي هي زيارة لها دلالة هامة من أن هناك تنسيق وتشاور بين مصر ودولة جنوب السودان، خاصة بعد المبادرة التي تم الإعلان عنها من فترة قليلة من أن هناك رؤية مشتركة بين مصر وجنوب السودان للعمل على حلحلة الأزمة السودانية بما يتوافق مع القوانين الدولية وبما يتوافق مع دعم الدولة الوطنية في السودان، خاصة أن مصر لديها ثوابت في هذه الجزئية تحديدا من أن مصر تريد أن تعظم دائما وأبدا دور الدولة الوطنية، تعظم دور مؤسسات الدولة الوطنية والجيش القوات المسلحة السودانية، وبالتالي هناك رؤية مشتركة تتبلور ويتم صياغتها الآن لكيفية العمل على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة، ثم بعد ذلك الانطلاق إلى مسارات وآليات حقيقية تكون هي داعمة لكيفية إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في السودان. طيب دكتور حامد، احنا عندنا هسميهم أربع مشاهد. مشهد وهو انه عندنا زيارة من جنوب السودان الى القاهرة، وفي نفس الوقت عندنا زيارة من القاهرة يمثلها السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري الى جنوب السودان في نفس ذات الوقت تقريبا، وعندنا الحديث او الحوار اللي ادلى به الفريق اول عبد الفتاح البرهان امبارح مع قناة القاهرة الإخبارية، وكان شديد الوضوح على مسألة أن المفاوضات أو المبادرات علشان تنجح لازم وقف حقيقي لإطلاق النار، يعني انسحاب أي حركات مسلحة من المدن بشكل كامل ومن أي مناطق مدنية، حتى أنه سمى بعضها بالاسم، قال إذا كانت مستشفيات أو إسعاف أو مراكز إطفاء أو مراكز اتصالات إلى آخره. وعندي مشهد عام ألا وهو أنه إحنا شفنا خلال 12 سنة ما حدث مع سوريا وفي داخل سوريا بسبب إما التدخل أو الانحيازات أو دعم طرف على حساب طرف آخر إلى آخره، وأنا هنا بتكلم على تدخلات سواء إذا كانت بقى إقليمية دولية زي ما يطلع. فهنا بسأل، ألم يأن الأوان إلى أنه الكل يستوعب أنه الملف السوري عمليا لم يهدأ ولم ينجح، إلا مش بقول الكلام ده عشان احنا مصريين، الا بالمقاربه المصريه الا وهي الحلول السياسيه وتنحيه دعم اي حركه او اي فصيل مسلح على الاطلاق ودعم الدوله الوطنيه، وده اللي ادى الى انه زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك ادى الى انه سوريا رجعت للجامعه تاني. السودان اظنه محتاج نفس المقاربه. الى اي مدى يا دكتور، وده سؤالي واعذرني على الاطاله في المقدمه بتاعت السؤال، الى اي مدى كل الأطراف مستعدين يتفهموا أن حل السودان هو حل سياسي ودعم للدولة الوطنية؟ إحنا القيادة السياسية المصرية لديها من الوعي والإدراك الكبير بكل مشاكل المنطقة العربية. نعود بالتاريخ يا أستاذ يوسف، في 6/6/2020 مبادرة القاهرة بشأن الأزمة الليبية، وكيف كان هذه المبادرة ومن أوائل بنودها إيجاد حل سياسي ليبي ليبي، ودائما وأبدا بتؤكد مصر على وحدة المؤسسات
العسكرية في ليبيا والعمل على وحدة واستقرار الأراضي في ليبيا وتوزيع عادل للثروات، وأيضا بما يتوافق مع الرؤى الحقيقية في الداخل الليبي. وبالتالي مصر انتهجت هذه السياسة منذ تولي الرئيس السيسي في إطار البحث عن تصفير المشاكل في المنطقة العربية. أيضا فيما يخص الأزمة السورية والمقاربة المصرية دائما وأبدا التي كانت تؤكد على ضرورة إيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، والآن مصر بتسير على نفس النهج، وهو ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي يعني بين طرفي الصراع في السودان، في ظل أن مصر كانت واضحة في دعم الدولة الوطنية في السودان، وفي ظل فعلا مشكلة حقيقية بيعاني منها المجتمع الدولي وهي أزمة توصيف الأزمة في السودان. والجزئية دي يا أستاذ يوسف أنا عارف إن حضرتك هتدركها معايا بشكل كبير جدا، لأن إحنا أمام فعلا فعلا أزمة توصيف. ما هي الأزمة في السودان؟ هل هي انقلاب على الشرعية؟ وهو ده الحقيقي على واقع الأرض، على اعتبار أن القوات المسلحة السودانية ورئيس البرهان هو رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس القوات المسلحة السودانية وحميدتي هو نائبه، وبالتالي هناك نوع من الانقلاب على الشرعية. هل هو صراع على السلطة؟ لابد أن تتخذ الدول في المحيط العربي وأيضا المحيط الدولي بشكل كبير جدا قرار مهم جدا، وهو توصيف المشهد في السودان من أن ما يحدث في السودان هو تعدي على الشرعية في الداخل السوداني، لأن هذه هي بداية الحل لهذه الأزمة، ثم بعد ذلك يتم، لأنه لا يمكن أبدا يعني تسوية أو أن يكون الطرفين متساويين في الصراع في السودان، لأن هذه أزمة حقيقية ستعقدها أكثر وأكثر، بظل أن هناك بعض الأطراف الدولية التي من ترغب وبقوة إلى زيادة أمد الصراع في السودان وتطويله، على اعتبار أن السودان بتعاني وتزوج بشكل كبير جدا، وهو أزراء مهم جدا للدولة المصرية، بتعاني من أماكن رخوة أمنية كثيرة، في ظل أن لديها حدود مشتركة مع سبع دول منها أربع دول يعني هشة أمنيا وضعيفة أمنيا، وبالتالي من الممكن جدا أن تكون البيئة في السودان الآن يعني جاذبة للتنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش وغيره من التنظيمات التي تريد أن تستفيد من هذه البيئة للعمل على تهديد الأمن القومي الأفريقي وبالأخص في منطقة الشرق أفريقيا، وتمدد هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتكون مهددة للأمن القومي العربي والمصري والأفريقي. وبالتالي تحركات تدل على إدراك كبير من المؤسسة الرئاسة وأيضا من المؤسسات المصرية والخارجية المصرية، في ظل أن هناك وعي وإدراك شديد لخطورة استمرار هذا الوضع بشكل كبير، وبالتالي تسعى الدولة المصرية إلى وقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك الانتقال إلى إيجاد حل سوداني يتفق عليه كل الأطراف. صحيح، أنا بشكرك جدا يا دكتور حامد، كل الشكر للدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية.